السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي الحلقة الثالثة من حلقات ايه رأيك في العربية دي. بنعرف من كل الناس اللي اشتروا العربية دي اخبارها ايه في السوق المصري، و اخبار العربية وحالتها في المشي معاهم، وهل العربية دي فعلا هتستمر وهتنجح زي اللي مقرر ليها من شركة الاسراوي. فبنستأذن كل الناس اللي ركبتها وجربوها يكتبوا لكل حبايبنا العملاء اللي ناويين على شرائها، طبعا ده من خلال مش تيست درايف بقى، الناس ركبها بالفعل. وبكده نكون استفدنا وفدنا الناس من الحلقات اللي انا بدأت اعملها دي. ولا تنسونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وكذلك الاعجاب بالفيديو. وطبعا انتوا عارفين معرض سيارات عبدالله في 30 شارع احمد رابع المهندسين بجوار بيتك. ولا تنسونا بالدعاء، شكرا لكم ولمتابعتكم ولاعجابكم بالفيديوهات، ولا تنسوا المشاركة مع الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.